احنا عندنا هنا الشاشة اللي موجودة قدامنا دي المشروع، انا قفلت المشروع ده، هنا انا المشروع ومحدش يقدر يشتغل عليه، خلاص انتهت، يتفرج عليه بس. ممكن ان انا افتح القفل ده وابدا اتعامل مع الست جروبات بتوع المشروع. عندي الانترو دي الانترو، يعني ما عنديش حاجة فيها، وده جروب تاني. ممكن انا ابدا احط مراحل انتقاليه ما بين الحاجه وبعضها. يعني على سبيل المثال احنا اشتغلنا بالبيهيفير شويه، يعني تعال ناخد كده شويه كده شغل، يعني تعالى نقول ان انا عايز اشتغلنا ميديا، اشتغلنا العناصر، اشتغلنا الافكتات لسه طبعا. انا عايز احط كمرحله انتقاليه ان بعد الانترو يبقى في حاجه ما بين الانترو واللي جاي بعدها. فانا ممكن اشتغل في الترانزيشنز، واجي هنا مثلا احط كمرحله انتقاليه شكل معين كده، اي شكل اي شكل، الشكل ده دي الأشكال كلها اللي موجودة. مش قوي يعني، ممكن نجرب، ممكن نجرب. تعال ناخد كأن في كارت بيتقلب كده، تعال ناخده نحطه في النهاية هنا. تعال نبص كده على شكل ما العلاقة ما بين الانترو هنا في اللحظة دي، ما بين الانترو ومين؟ وبداية الجزء الثاني. شوف هو عمل حركة، عمل حركة كده، بس الـ صغر الشاشة، والمفروض يجيب الشاشة الثانية. فأنت عشان تعمل نفس الكلام ده لازم تاخد ده تركبه على بداية الشاشة الثانية، ولكن الشاشة الثانية جوه جروب. فانا بفتح هنا، شفت هو المفترض كده، واجي انا هنا ده بداية الكونتنت اللي هو بيتعرض، تمام، اللي هو عندي الكونتنت كله، لان هو الكونتنت كله حتة على بعضه. فبداية الكونتنت انا ممكن اجي احط نفس التأثير ده. فعشان كده لما الانترو بتخلص، تمام، بيجي الشكل التاني برضو بيدخل نفس الدخلة. اخد بالك انت جاي ازاي؟ دول لو على تايم لاين واحد، دول على تايم لاين واحد. يعني لو انا اخدت الانترو مع الكونتنت، فانا ممكن اقفل الجروب ده. بس مبدئيا انا هقفل دي كده، هعمل كليك يمين عليها، بقدر اعمل، نشوف الاول هنا، بقدر ان انا اعملها ديليت بلوحة المفاتيح. شلتها على اساس ان انا في نيتي اجيب الانترو دي كاملة كاملة، اعمل لها كات، واقوم رايح في جروب خمسة هنا اعمل لها بيست، تتحط في تراك لوحدها، اسحبها انا وارميها هنا، تتحط في تراك انا اسحبها ارميها هنا، واشيل كمان ال دي، وهي ترجع لاصلها، ترجع لاصلها. فانا ممكن اجيب الترانزيشن ده احطه ما بين الاتنين، لان هما على خط واحد، فبيأثر على الاتنين سوا، بيأثر على الاتنين سوا، وبالتالي تأثيره بيكون أجمل. بص كده على التأثير بتاعه هو لوحده، أخدت بالك تأثيره أجمل إزاي؟ إن الشاشتين شاشة بتخفي واللي وراها بتظهر، على عكس لما تحطه على عنصر واحد ما بيبقاش حلو، بيكررها مرتين على الفاضي، بيكررها مرتين على الفاضي. هنا بياخد الانترو وبيجيب الايه، بيجيب الكونتنت. انما لو انت حطيتها مرة على الانترو في نهايتها ومرة على الكونتنت في اوله،
ما بيكرر العملية دي مرتين، مرة يجيب الانترو بتمشي والكونتنت فاضي، وبعدين يجيب الانترو فاضية والكونتنت جاي، فبيبقى شكلها مش حلو. اما لما الاتنين يكونوا على تايم لاين واحد وتاخد الترانزيشن تحطها ما بين الاتنين عليهم سوا، فيبقى التأثير تأثير مزدوج على العنصرين. طيب تعالوا نجرب حاجة تانية غير موضوع الكروت دوت اللي انا بعمل له حذف بلوحة المفاتيح ده مثلا. ده ترانزيشن تاني مختلف، ده كأن بيتقلب كده، بيتقلب مش كارتين، كارت واحد، فباخده بحطه على المنطقة ديت وبشوف التأثير عامل ازاي، كأنه بيتقلب كده، اخد بالك جاي ازاي. فهو حتى اخد لك هو كلر لون ابيض، يعني الفريم كلر ابيض، فاحنا ممكن نعدل في الحاجات دي، يعني بدل مثلا ما هو الكلر لونه ابيض ممكن اخليه احمر، اخد بالك انت من الحركات اللي هو بيعملها. ما بدل ما الدبس يبقى 13 لا بخليه كده قليل، لا كبير، لا بوينت، يعني على حسب الحركة هنا بتتغير حسب ايه. طبعا دي كده لو كان الدبس كده فيديك احساس ان في انعكاس في المشهد هنا، وهنا ماشي ده بيديك في انعكاس كده بالظبط. ف17 حلو من حيث المبدأ، من حيث المبدأ مع الحتة العكس دي انه يبقى بشكل عاكس، فيجي كده يمشي وده يجي كده. ماشي ماشي، ممكن اشيل ده. هنا برضو في شكل الكروت 3 دي مثلا، شكل كارد سلايد 3 دي كارد سلايد، فبيبقى شكله عامل كده، فبتغير انت الترانزيشن. ايوه بيبقى شكله عامل السلام كده. عليكم. طبعا ده مع ديبس، اجرب بس ان انا تجربه مع الديبس. السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا ده مع نجرب نخلي الديبس كده 5 شوية، مع وجود هنا ايه اللي انا بتكلم فيه، بتكلم في حتة اللي حواليه اسود ده، الباك جراوند. الباك جراوند هنا ممكن انا اخليها حمراء زرقاء، دي باك جراوند بس مبدئية كده مكان الكروت. ماشي، وهنا عندنا الكرر بتاع الهايلايت هنا ابيض، انا ممكن اخليه احمر، فزي ما انت شايف كده احمر وازرق اللونين اللي انا اخترتهم، مع ممكن الشفافية نفسها للازرق ما يبقاش موجود، نسبة شفافية معينة كده. ماشي، وادي الدبس اللي هو حجم الكروت نفسها، فده 3D مع شكل العكس ده، فبيديك الإحساس ده ما بين المشاهد. ماشي كلام. طيب تعالى كده نعمل حاجة تانية في الأوت، يعني الأوت موجود، أصغر بس ده شوية، الأوت موجود في الآخر هنا، فأنا سهل ممكن أخد زي بتاعة الشطرنج ده، بيبقى عامل كده يعني، ممكن أخد حاجة تانية يعني، ده برضو زي لوحة الشطرنج. هنا في كروما بس كلر كلر، لا مش ده الكروما، هبلاقيها في الفوق في الإفكت، يعني دي كلها ترانزيشن، دي قلوب كده كتير ملهاش. تعال نجرب ده، طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني فهل طب لو حطيت اتنين على بعض مثلا، هذه المنطقة دي كده، لو انا حطيت اتنين فوق بعض ده الاولاني بيشيل التاني مثلا، انا كده حطيت هنا كان في واحد، حطيت واحد تاني بركاته بيمسحه، فده شكل، شوف ده الشكل جه ازاي، ده الالوان بتاعته. هنا بقى الالوان دي كلها ممكن انا استخدم الوان جامعة القصيم نفسها،
يعني ممكن اخد ابيك كلر كلر تاني، يعني كلر يعجبك. ممكن الكلر ده، ممكن الكلر من جوه الجامعة من هنا، او ممكن اخد الالوان بتاعت مبنى الجامعة مثلا. مثلا بقول مثلا الصورة اللي عندي دي هي اللي باخد منها ألوانها. مثلا شوف، أخدت درجات لونية من الصورة دي. وفي هنا برضو الشكل التاني ده برضو تلاقيه، ده برضو ده مشهور، ده ترانزيشن دي مشهورة دي. ودي برضو كويسة مشهورة برضو. تعالى تاني، في بقى الحاجات اللي مش بروفيشنال كده، القلوب والحاجات دي البنات يحبوا يستخدموها يعني. دي شكلها حلو برضو، ودي جميلة، كله فوق بعض وانا بجرب.